السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مثل ما عودناكم أعزائي المتابعين، كل يوم قصص جديدة وحكايات جديدة، خليكم معنا لا تروحوا. راجعين. حياكم الله أعزائي المتابعين من جديد، وقصتنا الأولى من الأردن. بقول صاحبها بالبداية بدي أقول كل كلمة بقولها أو بحكي لكم إياها هي حصلت معي حقيقية 100%، وراح أنقلكم إياها بدون زيادة أو مصحب. بقول صارت معي هالقصة هاي قبل عدة أشهر تقريبا، فصل الشتاء بالتحديد. بقول بدأت الدراسة وسجلت بأحد الجامعات بمدينة غير المدينة تبعتي، غير البلدة تبعتي وبعيدة عنها، وكنت أخذت شقة عشان أسكن فيها وكانت كبيرة وأجارها رخيص، وهذا اللي خلاني أتمسك فيها بشدة بدون ما أسأل عن ماضيها أو مي يعني عن كل واحد سكن فيها شو صار فيه شو ما صار فيه. المهم بقول واحدة من الليالي، ليالي الشتاء والجو كان ممطر وبارد، بقول كنت بستخدم تلفوني مثل العادة، وفجأة انقطعت الكهرباء. بقول ظليت دقائق قليلة جالس بمكاني يعني مثل أي واحد، بس تنقطع الكهرباء بقول خليني كم من دقيقة ممكن ترجع مرة ثانية. بقول بديت أستمع لأصوات غريبة، أقنعت نفسي إنها أصوات المطر والهواء اللي برا. المهم بقول رحت عشان أجيب شمع عشان يكون في شوية ضوء بالغرفة. بقول جبت شمعة ورجعت للغرفة وصرت أدور على تلفوني اللي اختفى فجأة. بقول دورت كثير ما لقيته، لدرجة إني يأست إني ألاقيه، قطعت الأمل إني ألاقيه. وبالمشكلة إنه ما كان معي حدا بالشقة بهذاك اليوم. وبعدين رحت للمطبخ عشان أجيب شمع كمان عشان أدور على التلفون بطريقة أحسن، يعني يكون الضوء أكثر، ومشان أجيب بعض المي كمان. ولكن لما كنت عند باب الغرفة حصل لي رعب بعمره ما صار لي، شفت منظر يعني بعمره ما بروح من مخيلتي. بقول شفت بنت واقفة وسط الغرفة عندها وجه قبيح جدا، ما شفت من ملامحه اشي ولا يعني اي اشي من ملامحه حجاب، بسبب انه ما في غير الشمع هو اللي منور المكان. بقول بجسدها العديد من الطعنات، وواحدة من ايديها ماسكة تلفوني والايد الثانية ماسكة سكين. بقول اني من الخوف الكاس المي وقع من ايدي، بالرغم انه المي كان بارد جدا ما شعرت ببروده. اتجمدت مكاني من شدة الخوف ومن الرعب اللي كان واقف قدامي، فصرت اتأتأ واقول مين انتي وشلون دخلتي لهون؟ فما كانت تجاوبني وظلت ساكتة لدقائق قليلة، بعدين قالت لي هذا اللي كنت تدور عليه، ورفعت ايديها اللي كانت بتمسك فيها التلفون. فاني من شدة الخوف ما جاوبته. بقول فجأة رمعت التلفون من ايديها ورفعت السكين وقالت راح تكون نهايتك على ايدي، بس ما كادت انها تنهي جملتها حتى رجعت الكهرباء، وبدأ صوت الشيخ يأذن لصلاة العشاء، واني بعدي واقف مكاني من شدة الرعب اللي شفته. بعدين رحت عشان اتوضى واصلي،
وما بخفي عليكم اني كنت مرعوب جدا وخايف، بس اطمأنيت بعض الشيء لما انتهيت من الصلاة، وما كان بدي اني اخبر حدا بقصتي لانهم راح يعني اقل وصف راح يقولوا لي انت مجنون او تتخيل، خصوصا اني كنت جديد بالجامعة وكان ما كان عندي الكثير من الصداقات. وما بعرف شلون مضت هذيك الليلة ونمت، بس مضت وكانت كأطول ليلة مضت، وكنت أحلم بكوابيس مزعجة. وبعديها بدأت الأمور الغريبة تقع بهالشكل، فما بضع إشي بمكانه وأرجع بدور عليه بعد دقائق ما بلاقيه، أو بلاقيه مكان ثاني، وازدادت الكوابيس المزعجة والوجوه القبيحة اللي بشوفها. وكنت بحاول اني اقضي وقت يعني معظم وقتي خارج هاي الشقه، لاني كنت بشعر بالرعب يعني بس واني فيها، اما لما بكون برا الشقه ابدا حياتي طبيعيه 100%. بقول بيوم من الايام كنت باحد المقاهي تبع الانترنت بتصفح بعض المواضيع، فمريت على موقع يعني بيهتم بمواضيع الرعب وأشخاص حدثت معهم نفس اللي صار معي. بقول قريت موضوع بيتحدث عن الشقق المسكونة أو اللي بيعيش فيها الجن، لأنها يعني القرين، خلينا نقول القرين بيظل، لأنه بكون في ناس قتلوا بهالشقة، فبيظل القرين موجود بهالشقة عشان يرعب اللي يجي بعد صاحبه اللي انقتل. بقول وبديت أسأل عن هالشقة وماضيها، بقول يا ريتني ما دورت، فتفاجأت باللي عرفته عن هذيك الشقة. بقول قبل أكثر من 30 سنة كانت ساكنة بهالبيت بهالشقة هاي بنت، وكانت علاقاتها مع الرجال مشبوهة بهذيك الشقة، وبسبب إنه ما كان في تلفونات كثير هذاك الوقت اجت عائلتها عشان تزورها فجأة دون ما تقول لها انه احنا جايين. ولما دخل ابوها واخوها الشقة انصدموا اللي شافوه من هذيك البنت، وما تمالكوا اعصابهم وقاموا بقتل هالفتاة والشاب، واعترفوا انهم قتلوها. ويقال انه يعني الناس البسيطة بتقول انه روح هالفتاة ما زالت بتعيش بهذيك الشقة. والصحيح انه هذا القرين او الجن عشان يرعب اللي بيجي بعديها للسكن. بقول والعديد من الشبان والفتيات اللي سكنوا بهذيك الشقة ما قعدوا بيها الا ايام قليلة، حتى طلعوا منها لشدة اللي كان يشوفوه ويسمعوه ومن الرعب اللي كان ينتابه. بقول ظليت بهذيك ظلت هالشقة هذيك مقفلة للعديد من السنوات حتى اجيت اني سكنت فيها. بقول بعد هالحادثه هاي اللي صارت معي بعده ايام رجعت هالشقه لصاحبها، واخذت واحده ثانيه وبدات اجهز اوراقي عشان انتقل لجامعه اخرى عند بدايه الفصل الدراسي الجديد، لاني تعقدت من هذيك الجامعه. بس بقول ما زلت اشوف هذيك الكوابيس على طول، وخصوصا وجه البنت اللي ما كان يفارقني ابدا. اما القصه الثانيه اعزائي المتابعين فهي بالعراق. بتقول صاحبتها اني بنت من العراق ساكنه بالخارج، خارج العراق. بقول حصلت معي بعض الامور بالماضي، بس راح اتكلم عن امر حصل معي بس امبارح وعن امور اخرى. بتقول امبارح رجعت لبيتي ونمت الساعة 4 العصر، وصحيت الساعة 12 بالليل. بتقول بعرف انه وقت طويل، بس كنت سهرانة بالليلة السابقة ورحت للمدرسة واني ما نمتش. المهم بتقول صحيت وسهرت حتى الساعة 2 الفجر، ووقتها قررت اني انام مرة ثانية، فخفيت شوي بس سرعان ما صحيت واني اشعر انه في واحد عم يسحبني من رجلي. بتقول ما كان حلم وكنت صاحي وشفت فتاة بتصرخ بوجهي، واني بحاول اني اقرأ اي آية قرآنية
حتى أتخلص منها، بس كأني نسيت كل القرآن، مع العلم إني حافظة كثير من الآيات القرآنية، بس ما بعرف شو اللي صار لي بهذاك الوقت وكل شيء طار من راسي، وكان كأنه صوتي راح، يعني معطل صوتي نهائيا، وصرت خرسة. بس بعديها تمكنت من القراءة وراحت هالفتاة والحمد لله. بتقول لحد الآن جسمي كله بيوجعني وألم لا يطاق، وما بعرف مين كانت هذيك الفتاة. بتقول كنت أشوف رجل دائما، وبعرف انه هذا انه من الجن، كان بده اياني يعني باي طريقه، ما بعرف ليش، بس كان هالجني هذا بيوم من الايام كان متلبس بجسد واحد من اقربائي، وقال قدام العائله كلها انه بده اياني، يعني بده يتلبسني. وهذا لما جبنا شيخ يرقيه لواحد من قرايبي، جبنا شيخ يرقيه ونطق بهالكلمات، ولها اليوم بيطاردني. شو الدبرة وشو الحل؟ الله أعلم. أعزائي المتابعين، لهون انتهى الفيديو. يا ريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، بتسجيل الإعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير. السلام عليكم.